سورة الإخلاص قل هو الله أحد. سورة الإخلاص قل هو الله أحد. لماذا سميت بهذا الاسم بالإخلاص؟ لأنها أخلصت في وصف الله، لا يوجد فيها لا قصص ولا أحكام. عندما تقرأها تخلص قارئها من الشرك. الذي يقرأها كأنه قرأ ثلث القرآن في الأجر. متى تقرأ؟ في أذكار الصباح، أذكار المساء، عند النوم، أدبار الصلوات المفروضة، تقرأ في سنة الفجر وسنة المغرب وفي الوتر. والوتر. نعم، هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى فيها مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نحن أن نفرد الله سبحانه وتعالى هو واحد سبحانه وتعالى، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. الله سبحانه وتعالى تلتجئ إليه الخلائق، تفتقر إليه الخلائق في حوائجها، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل أحد. الله سبحانه وتعالى ليس له والد ولا ولد ولا زوجة. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون، لأن الله سبحانه وتعالى غني كامل الصفات، لا يمكن أن يحتاج إلى خلقه، ولا يمكن أن يماثل الخلق، ليس له مماثل لكماله سبحانه وتعالى. نعم، فالله سبحانه وتعالى لابد أن يوصف بكل صفات الكمال وينزع عن كل صفة نقص وعيب. إذا وسوس الشيطان إليك في ذات الله، من علاج الوساوس أن تقرأ هذه السورة، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص.